خلايا عم تكبر وبتحمل سلاح وبتخرب. عنا 1000 مسلح بطرابلس منغصين عيش ومهددين 400,000 مواطن وما حدا بيتحرك. هيدا شيء لا يجوز. قبل منا نهر البارد، ما فاتوا نزلوا او نزلوا من السماء. الدنيا ما شتت ارهابيين، في خلل في الحكم، في خلل بالاجهزه الامنيه، بتهمهم بالتواطؤ. ما حدا فات على الارض اللبنانيه ولم يعتلم، ولكن السكوت كان سكوت تواطؤي على كل هالاحداث اللي عم بتصير. نحن منا تكفيريين ولا سلفيين، نحن من اللي درسوا القران الكريم. لا في تكفير ولا في رفض للاخر. البدع الجديده نحن ضدها.